رحب فيكم مرة ثانية وبرنامج مستر مصلز. الحلقة الماضية عرفنا بعض الأمور نقدر نقول اللي يفضلها الكابتن كيمو مع أخونا محمد المرزوق. كيمو نوعا ما يحب يركز على العضلة الخلفية، وفي الحلقة هذه أيضا راح يركز على العضلة الخلفية. بعد الفاصل نبدأ معكم مشوارنا وأساليب كيمو في التمرين، تتابعونها من برنامج مستر مصلز. طبعا اكيد مستمرين معاكم بعد الفاصل وبرنامج مستر مصلز، وحلقه اليوم راح تكون بالكامل مع محمد المرزوق اللي راح يعاني معانا وايد، واكيد راح يعاني على ايد الكابتن كيمو. مساك الله بالخير كابتن. مساك الله بالنور. مساك الله خير محمد. يعطيكم العافيه. جاهزين ومجهزين؟ ممتاز. احنا عند الجهاز هذا، الجهاز هذا له قصه. ناس يلعبون فيه العضله الاماميه، وناس العضله الخلفيه، وناس لما يخلص تمرينه ايش يسوي؟ اي كذي يريح الجهاز يمسك تليفونه. فاحنا بنعرف قصة الجهاز هذا. قصة التليفون ولا قصة الجهاز؟ لا لا التليفون خل على الصعوبة. هذا أكيد شيء ما نتمنى يصير بالنادي، إن الواحد يروح على أجهزة، لأن في ناس تبي تستعمل الأجهزة هذه. أبي أعرف أمامي ولا خلفي؟ أنا راح أقول لكم الحين ونقول وتتابعوا إن شاء الله شنو قصة الجهاز هذا. قول لنا. سريع محمد. طبعاً أول شيء الله في الجهاز هذه، إيه؟ أيوه دير بالك على راسك. في نفس ما أنتم شايفين الحين ستاند. كل ما تكون ريل اللاعب للأمام كل ما يكون تركيز على الهامسترينج والعضله الخلفيه، يعني كل ما يكون ورا وقدام للامام ليه قدام من هنا. كل ما تكون الريل ورا ليه قدام كل ما يكون تركيز على العضله الخلفيه، وكل ما يكون الريل ليه قدام للامام راح يركز على العضله الاماميه. زين فالحين راح نتابع، الحين راح نصور لكم الفرق بينهم. هو بلش ترى قبل، بلش خلاص. هو رايح حرب حرب. يلا انزل. حلو. ايوه بطيء ان شاء الله عليك. واحد روح الوحش. ايوه راح يحس بالضبط في المكان هذا. حلو. قاعد تحس في المكان هذا تاثير. أوكي. الوزن، تاثير الوزن نزول، لانه هذا يعتبر راح يكون العضله الداخليه والخارجيه. العضله راح يكون العضله الداخليه داخليه في الجهاز هذا، لانه وضعيه الرجلين راح يكون واسعه. انا يعني في بالي سؤال، العضله الداخليه هي اكثر عضله تكون نوعا ما مهمله ولا خارجيه؟ ايوه مهمله. لا الداخليه دائما مهمله. لدرجه انه الحين هو زي ما انتم ما شايفين الحين قاعد يقوم بعمليه استطاله كامله للعضله. حلو. فكل النطاق هنا من اول الورك، عضله الورك لنهايه العضله الخلفيه عفوا، راح يكون شغال في التمرين هذا، لانه وضع الجسم يكون عمودي على الجهاز. نعم. وغالبا الجهاز هذا حق العضله الداخليه بس، يفضل العضله الداخليه، لانه كل ما يضيق صعب، انه اذا ضيقت ريولك صعب انك تنزل وتفتح الركبه، لانه زي ما انتم شايفين قاعد يفتح ركبته وايد للخارج وايد عشان يطول استطاله كامله للعضله الخلفيه. ممتاز. كابتن كيمو يفضل الجهاز هذا حق العضله الداخليه. بعد الفاصل راح نعرف امور كثيره عن الجهاز هذا، واكيد تمرين العضله الداخليه الخلفيه الهامسترينج. اكيد الهامسترينج بالانجلش. زين قول لهم بالفاصل. بعد الفاصل نعود ونواصل. الرياضي الناجح، كم واحد فينا يبي يصير رياضي ناجح؟ لكن ما يدري إن عشان يصير رياضي ناجح لازم يضحي تضحيات عديدة حتى يصل إلى هذا المستوى من الاحتراف. هناك فرق كبير ما بين الرياضي المحترف والرياضي الهاوي، ودائما هذه الأربع أساسيات هي التي تفرق ما بين الهاوي والمحترف. وأتمنى أن رياضتنا في الكويت تصير رياضة محترفين، لأن هي اللي راح تنهض بالرياضة الكويتية ما في شك. أول أمر هي تعلم وتعلم وممارسة الرياضة من قبل مدربين رياضيين أكفاء في هذا المجال. 2. تغذية مناسبة تواكب التطور الهائل في مجال علم الغذاء والتغذية في عصرنا الحالي. مكملات الغذائية، شنو الأكل اللي يأكله، وجبة قبل التمرين، وجبة بعد التمرين، شنو اللي يبلش فيه، شنو اللي يأكله بالليل، هذا أمر في غاية الأهمية. 3. راحة نفسية أساسية. أمر الرابع والأخير اللي إحنا ما لنا شغل فيه وما نقدر نسوي فيه شيء وما نقدر نتحكم فيه، اللي هي الجينات الوراثية.
مستمرين معاكم بعد الفاصل اكيد، ومثل ما شايفين محمد لحظة ورانا تمرين يا عمي، خلي التليفون عنك تمرن عشان ما تتعور، بخلي عندي امانه ها صار. يعطيك العافيه كابتن. التمرين اللي لعبه من شوي محمد كان العضله الداخليه للعضله الخلفيه، حلو. اذا انا عندي تمرين العضله الداخليه للعضله الخلفيه، كم جوله العب؟ يفضل في التمرين هذا يكون تكرار عالي، انه صعب الاوزان وتحمل ويكون استطالة، فأفضل أنا أربع جولات من 15 إلى 12 تكرار، 10 يكون آخر جولة بس. من إذا زدت الوزن شوية؟ إذا زدت الوزن يصير شوي صعب صراحة، ما أحس أنا بالسترتش الكامل حق العضلة، فكله يكون التكرار من 15 إلى 12 أربع جولات، أفضل أنا تكون كافية لتحريك العضلة. حلو، أنا عن نفسي لعبت الجهاز من قبل، ممتاز. فمرات يقول لي ضيج، مرات تقول لي 11، مرات تقول لي 7، فبعرف الفرق بين الفرق بين ال 11 والسبعة. نفس ما قلنا السبعة راح تشغل العضلة الداخلية، لو نقدر نوقف نوقف الحين، راح نفتر الحين مثلا من الخلف نشرح بطل ريولك، السبعة راح تشغل العضلة الداخلية من هذا السبعة. حلو، ممتاز. ما احنا شايفين كل ما تخلي رجليك 11 ضيق ريولك شوي، راح تشغل اثنينهم بشكل متساوي، ممتاز. كل ما تضيق ريولك بعد راح تشغل الجزء الخارجي، ولكن في هني في هذا الجهاز صعب انك يعني تخلي ريولك. انا قاعد احس من كلامك ان انت بالجهاز هذا تفضل انه يكون تمرينك بس العضله الخارجيه. الخارجي العضله الداخليه. نعم، العضله الداخليه. العضله الخلفيه. ضعت انا كذا عضلات. لازم تجي تجي عضلات وايد ما شاء الله. ما شاء الله. يعطيك العافيه. زين، خلينا نمر الجمهور التمرين الصح لهذه العضله بعد مره حتى يرسخ في ذاكرتك. خلاص اوكي، سيبه مره ثانيه. دير بالك راسك. تنزل، دير بالك على راسك. ايه. ايوه، تحط ريولك زي ما قلنا. تفضل الوزن وتفضل الوزن أفضل المعقول. انا الوزن المعقول اللي تحس فيه الوزن، شلون تختار الوزن اللي تحس فيه اخر تكرارين درجه صعوبه عاليه تقريبا، وانه ما تخلي الكابتن يجي يساعدك، لا انت لازم اخر تكرارين. اخر تكرارين انا عارف ناس بنص التمرين من اول تمرين يشيل معاه. لا هو وانا قاعد اتمرن واتعب وياه. ليش يشيل معاه؟ عشان شيء المدربين مجسمين. نعم. بس اللاعبين سبته يساعدون اللاعب اللي معاهم. لا تساعده، خليه لما تكمل اخر طقتين وانت سوي الوزن بنفسك. حلو، روح روح ان شاء الله عليك محمد. النزول، النزول بطيء لو نلاحظ، النزول بطيء. ايه، ويحس بالسترتش. في نقطة مهمة، لازم بالتمرين هذا تحس انه العضلة قاعد تسوي عملية انقباض، عملية انبساط. إذا ما حسيت بالعضلة معناته في شغلة غلط أنت لازم تراجعها. في تزريقة. في تزريقة يعني ها. ايه؟ في وضعية غلط بالجهاز. بالضبط. أنت راجعها وتأكد، راح يصير التمرين وايد انقباض. انقباض وانبساط. شلون احس فيه مدى بالضبط؟ راح تحس فيه بالنزول، راح تحس انقباض حق العضله. ايه؟ وبالطلوع عليه فوق راح تحس انبساط، لانه انبسط العضله قاعد تدفع قوتها الكامله. قاعد تدفع قوتها الجهاز لفوق. حلو، اربع جولات. اربع جولات من 12 تكرار ل 15. يعني 15 15 12 12 مثلا 15 15 12 12 او 15 12 12 على حسب، بس انت العب بين التكرار. حلو، ممتاز. يعطيك العافيه. الله يعافيك. محمد مش مقصر. شكرا. وواك الله على التمرين الحلو هذا اكيد، والتعب والشرح. كابتن كيمو بعد انت اليوم انت اللي ماسك يعني مع بعض كله. احنا مع بعض، مو احنا وياكم بعض، مع الطاقم كلهم موجودين معنا. يعطيك العافيه، قواك الله. حياكم الله. الوعد معاكم ان شاء الله باكر في برنامج مستر مصلز. في امان الله.